أنتم على قناة الأولى مباشرة، أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة، تتابعون في أبرز العناوين. بالأمس فوز تاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم على المنتخب الإسباني وتأهله لدور ربع نهائي كأس العالم بقطر 2022، فوز يتوج مسارا متفوقا لأسود الأطلس منذ انطلاق المونديال. جلالة الملك محمد السادس نصره الله هنأ أعضاء المنتخب الوطني على مسارهم وتأهلهم التاريخي، وأجرى حفظه الله اتصالا هاتفيا مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومدرب المنتخب الوطني، أعرب لهم فيه جلالته عن أحر التهاني للاعبين والطاقمين التقني والإداري. ندوة دولية حول التسريع الطاقي العادل بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعقد، محاور متعددة تطرق إليها المشاركون صباح اليوم وتهم مصادر الطاقة النظيفة وقوانين حماية المشاريع الخاصة بالطاقة. مراكش تحتضن هي الأخرى الندوة الدولية حول الآليات الوطنية لتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان بمشاركة دول من مختلف القارات بهدف تقاسم التجارب والخبرات. بالأمس عشنا الحدث، عشنا فصلا جديدا من فصول ملحمة أسود الأطلس. المنتخب الوطني يتأهل إلى دور الربع، وعقب المباراة التاريخية هنأ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أعضاء المنتخب الوطني على مسارهم وتأهلهم التاريخي إلى دور ربع النهائي لكأس العالم. وهكذا أجرى صاحب الجلالة اتصالا هاتفيا مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع ومدرب المنتخب الوطني وليد الرجراجي، أعرب لهم فيه جلالته عن أحر التهاني للاعبين والطاقمين التقني والإداري الذين قدموا أفضل ما لديهم وبصموا على مسار رائع خلال هذه المسابقة الرياضية الكبرى.
وأشاد جلالة الملك بالأداء التاريخي لأعضاء المنتخب الوطني الذين كانوا في مستوى طموحات وتطلعات الجمهور المغربي العريض الذي يشجعهم بالمغرب وفي قطر وفي جميع أنحاء العالم، داعيا إياهم إلى الحفاظ على نفس النهج في هذه المسابقة ومواصلة تشريف كرة القدم الوطنية ورفع العلم الوطني عاليا. وعقب هذا الفوز التاريخي هنا أهنأ رؤساء دول في اتصالات هاتفية صاحب الجلالة الملك محمد السادس إثر تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم بقطر. وهكذا تلقى جلالة الملك اتصالا هاتفيا من رئيس دولة فلسطين محمود عباس ورئيس جمهورية الغابون علي بونغو أونديمبا ورئيس جمهورية السنغال ماكي سال، كما تلقى جلالة الملك اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الأمير الحسن بن طلال من الأردن. وأعرب رؤساء دول فلسطين والغابون والسنغال وسمو الأمير الأردني في هذه الاتصالات الهاتفية عن أحر تهانئهم لجلالة الملك إثر هذا الإنجاز التاريخي الذي أصبح المغرب بفضله أول بلد عربي يبلغ هذه المرحلة من بطولة كأس العالم. واللحظة نرصد لكم كيف عاش عناصر المنتخب الوطني هذا التأهل التاريخي والاتصال الهاتفي لجلالة الملك الذي تلا لحظة التأهل. سعيد أنيس. شوف جلالة الملك يدعمنا ويعبر عن اعتزازه باللاعبين وبالطاقم المشرف على المنتخب الوطني. الالتفاتة الملكية تذكي جدوة حماسنا لتجاوز المستحيل. إننا نعبر عن فخرنا بسياسة جلالة الملك التي رسمها لتطوير كرة القدم المغربية وبلادنا بصفة عامة. إن نجاحنا هو انعكاس لكل التطور الذي تعرفه المملكة. نحن شعب يريد أن يتقدم ويتطور في مجال كرة القدم، فهي رافعة لإبراز أن المملكة المغربية من البلدان الكبيرة، ولا يسعنا إلا أن نعبر عن امتناننا لجلالة الملك على كل ما يقدمه لنا من دعم لكرة القدم وللمملكة المغربية بوجه عام، وكلنا تفان من أجل ملكنا وبلدنا. المنتخب الوطني دون اسم المملكة بحروف من ذهب في تاريخ كأس العالم وفوق أرض عربية كأول فريق يتأهل لدور الربع. فرحة عارمة داخل المملكة وعبر العالم للأداء الرائع للمنتخب الوطني بقيادة وليد الرقراقي والطاقم العامل إلى جانبه. نستعيد أجواء هذا التأهل التاريخي مع ابتسام أدريس. اسرح بخيالك واحلم كيفما شئت، المنتخب المغربي في ربع نهائي كأس العالم. النشيد الوطني الذي تسلل بعمق في وجدان كل لاعب بمعانيه الجميلة يسرد اليوم حكاية جديدة لكتيبة مدرب غيرت المفاهيم بين القوي والضعيف. صمت رهيب ساد مدرجات لاروخا ولحظة وداع مبكرة لم تكن في الحسبان، حطمت الآمال ونزلت على الصدر كالصاعقة لنجيب بسخاء عمن كان ينتظرنا منشطين للمونديال. المنتخب الإسباني الذي ظن أن الأسود ستمنحه هدية التأهل خلق الأعذار لكي يضمن لقاء سهلا في دور الثمن النهائي. جاء أصدقاء رومان سايس وتركوا جرحا لن تمحوه الذاكرة، فمن يملك اليوم جرأة التشكيك؟ لاروخا ظهر في ثوب متواضع بعدما سد أمامه الأسود كل المساحات. أشرف حكيمي روض مرمى الحارس أوناي سيمو وسفيان المرابط حصن الدفاع وأصلح الأخطاء. وبهذا الأداء استنفذت دقائق المواجهة ومعها الشوطين الإضافيين لتكون ركلات الجزاء مصير تأهل أسود الأطلس الذي طال انتظاره. وكل الأنظار اتجهت صوب ياسين بونو العلامة الفارقة في المنتخب ونقطة ضوء لا يمكن أن تحجب، من يثير الرعب بحضوره القوي والمميز ومن يحركه الخيال والوجدان. كان سداً منيعاً وأحبط حلم الإسبان في التسجيل بمرماه ولو بضربات الحظ. Je pense que on a
قدمنا مباراة خيالية، اللاعبون منتشون بالفوز رغم التعب، وحظنا أن نتوفر على حارس هو الأفضل في العالم. نحن لم نلعب على ضربات الحظ، بل كانت لدينا محاولات كثيرة لم تستثمر جيدا. أنا فخور بأداء اللاعبين وفخور بدخولنا التاريخ مرة أخرى. كنبغي نشكر كاع اللاعبين اللي داروا واحد مجهود جبار صراحه في مقابله كامله. عرفنا نتعاملوا مع المقابله، لعبنا بالكاليتي ديالنا، الحمد لله تيسرات. وكنهني كاع الشعب المغربي وكاع اللي كيعبنا. مشهد التأهل نحو الربع النهائي حمل كل معاني الفخر والاعتزاز، صمود ومثابرة وإصرار وإخلاص، سعى مع كل محاولة لطرق أبواب النجاح، والختام كان مسكا طيبا سيبقى نسيم عطره خالدا في الذاكرة. ويحضر معنا في استوديو الأخبار الإطار الوطني السيد يونس اليحيوي. مرحبا بك سي اليحيوي. يعني سؤالي الأول، ما هي قراءتكم لمباراة الأمس، المباراة التي يعني حبست أنفاس كل المغاربة من الناحية التكتيكية والتقنية والبدنية، والتي توجت يعني الحمد لله في الأخير بتأهل المنتخب الوطني؟ شكرا أختي سكينة على الاستضافة. الأمس عشنا واحد إنجاز تاريخي غير مسبوق، فالفريق الوطني بعد ما تجاوز الدور الأول بانتصارين وتعادل وحتى المرتبة الأولى، تقابل مع الفريق الإسباني صاحب السيت الدائع، فريق يملك عدة نجوم في البارسا والريال ومعروف بالبوسيسون البالون، ولكن ان وليد الكراكي استطاع ينهج تكتيك رائع باعتماده على واحد البلوك ميديان وبلوك با، واستطاع باش يحد من الخطوره ديال الفريق الاسباني. ولا شفنا الاحصائيات، فان الفريق الاسباني نسبه النجاح ديال لي باس ان تجاوزت 1100 وبنسبه 90%، ولكن هذا الاستحواذ كان سلبي. لذلك فوليد الكراكي استطاع باش يحد من الامكانيات ديالو ويجرو حتى لضربات الجزاء، ومن ثم شفنا اداء بطولي ديال حارس بونو اللي استطاع باش ينتصر يسد ثلاث ضربات الجزاء ويحافظ على الكلين شيت، اي نظافه الشباك ديالو في هذه المقابلات. اذا فهنيئا لنا بهذا المنتخب الرائع، وهنيئا لنا بالجمهور، الجمهور اللي كان هو رقم 12 وساند المنتخب الوطني. ولي شفتوا المقابله فانها كانت تدور في واحد الاجواء حماسيه، والكل كان يفتخر بهذه الملحمه التاريخيه. وشفنا ان صاحب الجلاله الرياضي الاول والراعي لكره القدم الوطنيه خرج للشارع، وكانت في واحد صوره حضاريه، والكل كان مبتسم وفرحان. أظن أنها يعني فرحة مستحقة، لأن أسود الأطلس بذلوا مجهودا كبيرا، أليس كذلك؟ في حقيقة المغرب دابا تجاوز الدور الثمن وعندنا مقابلة الربع، فهو غادي يمشي بعيد إن شاء الله في هاد المناسبة إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ يحيوي ستظل معنا ضمن هذه النشرة، سنتابع النشرة ونعود إليك بعد قليل. إذن وعبر ربوع المملكة كانت صفارة نهاية المباراة بداية الفرحة والاحتفال بتأهل أسود الأطلس إلى دور ربع نهائي كأس العالم. تقرير قائمة بالعوشي. في ليلة يوم 6 جوجنبر 2022، كرة القدم المغربية تصنع الحدث. المنتخب الوطني يتأهل لأول مرة في تاريخه إلى دور الربع من منافسات المونديال.
عشنا اليوم تعيش لحظه تاريخيه، عندنا احسن منتخب، عندنا احسن جيل، عندنا احسن مدرب، كيهضر ست لغات، احسن مدرب ديما المغرب. يستاهلوا هذا الفوز وهذا شرف لنا الجميع وجميع المغاربه. ديما ماروك، ديما ماروك. أنا جيت من طاليان ميلانو باش نشجع المنتخب المغربي ديالنا. ألف 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 مبروك. ديما ماروك. حنايا مغاربة وكنموتوا على اللوغو وديما كله مرسال. تبارك الله تبارك الله عليكم ودخلتوا التاريخ. تبارك الله عليكم. هذا نهار كبير والفرحة من طنجة للقويرة، والمغاربة كلهم فرحين، والمغاربة وراء المنتخب إن شاء الله. وعاش الملك. نتنفس أسود الأطلس الذين أدخلوا الدفء والسعادة والفرح إلى قلوب كل المغاربة. المنتخب الوطني مفخرة كرة القدم الوطنية والعربية والإفريقية، يمنح سعادة لا توصف لكل الجماهير وعشاق أسود الأطلس داخل الوطن وخارجه. نثيقين فيهم، عرفناهم غيدوزو بونو، عرفنا الفينانسيات ان شاء الله ما كاينش مزاح فيه. وديما مغرب وعاش الملك. فريمون فرحونا وني سوبر كونتون، ما عرفناش كيفاش نقدروا نعبروا عليه. كنتمنوا الربح ان شاء الله فرحه الجماهير هذا، والحمد لله كشي تعدى لينا بالشجاعه ديال اللعبه. وكنتمنوا ان شاء الله الماتش ديال الربع يكون على صندره الجماهير هذا، وربحوا ان شاء الله المقابله. وديما مغرب. وصور أخرى عبر المملكة نتابعها، يعني حول فرحة الجماهير المغربية لنتابع. الجمهور المغربي والتحية على المنتخب الوطني، وكنحيو من هنايا كنحيو التحية ليه. التحية ودير كراكي. حنا فرحانين بالفوز ديال المنتخب الوطني، وهذه غير البداية، ومازال ان شاء الله. وفيف لو ماروك. حنا فرحانين بزاف بالفوز ديال الفريق الوطني، والله ينصر سيدنا وفرحونا بزاف. مبروك علينا وتحية كبيرة للمنتخب ديالنا، وهذه التغريده ليكم. فرحانة بهذا النجاح الحمد لله، وجينا نحتفلوا في كازا. انا فرحانة بزاف، ومبروك علينا وديما مغرب، وكنسيبورتو المغرب في كنحيي اللعابه اللي دار واحد المقابله جميله، وكنحيي الاخ وليد الركراكي اللي عطى واحد المقابله جميله تبارك الله. وكنشكر الاخوان كاملين اللعابه ان شاء الله. علاش ما نمشوش ان شاء الله للفينال؟ نمشيو للفينال علاش ما نمشيو؟ عندنا اللعابه تبارك الله على المستوى عالي، وكنشكرهم بزاف بزاف. وديما مغرب. الله
علينا التأهل وكندعو المغاربة كاملين. وشكرا والد الركراكي وشكرا للجمهور اللي ساندو في خطر. مبروك الحادثة والحادثة. ما نعرفش زغرت ولكن الغرض ديالي الحمد لله وليداتنا ان شاء الله مازال منصورين مازال منصورين مازال منصورين. مبروك علينا ان شاء الله الماتش الجاي يكون حتى هو الربح ان شاء الله والكاس مغربي. ما فرحناش هذه الفرحة ما يفرحونا ويستاهلوا فرحوا كاع المغاربة والله يحفظهم وإن شاء الله فينا والله إن شاء الله المغاربة كاع يفرحونا إن شاء الله نديو الكاس وفيف المغرب فيف الماروك عاش الملك. ربي عطاهم على حساب قلبهم حيت هما مرضيين الوالدين تبارك الله عليهم. وبالمناسبه بغيت نقول الله يحفظ سيدنا والله يخلي لنا جو لو سويت لو بون كوراج بور لي بروشان ماتش اي فيف لو ماروك. فرحنا واحد الفرحه قويه لان ما كنا غنفقدوا الامل واني داك الحزن اللي كلعبنا ولنا واحد الفرحه قويه. هذه فرحه كبيره بزاف للمنتخب المغربي والمغاربه كافه في جميع بلدان العالم وتقاسمنا الفرحه ديالنا مع بزاف ديال المدن مع بزاف ديال البلدان. ابغاك البونو تضربوا مزيان وعاش الملك وعاش سيدنا وعاش البوارة لله ما خيبوناش. المنتخب الوطني استطعنا اننا نفوز على منتخب اسبانيا اللي كلشي كيطبل ليه ولكن فعلها اسود الاطلس واليوم ازروا الحمد لله خارجه. المقابله ديال المنتخب المغربي مع المنتخب الاسباني كانت جد شيقه جد رائعه والحمد لله الفوز ديالنا كان نتيجه ديال اللعابه اللي كانوا لعبوا بحماس كبير وتشكروا المنتخب المغربي على هذا الفوز وهذه البدايه. شكرا ديما مغربي ان شاء الله غنجيبوا الكاس. مبروك علينا هذه البدايه مازال مبروك علينا هذه البدايه مازال مبروك علينا هذه البدايه مازال. العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء الاحتفاء بفوز المنتخب تواصل طيلة ليلة امس وكانت ليلة بيضاء عنوانها الفرحة والابتهاج والافتخار بإنجاز كروي غير مسبوق عربيا. حسن زكي، عاشور بن مسعود، محمد شكير ومصطفى ودة. فرحة بالنصر استمرت إلى ساعات متأخرة من الليل بالعاصمة الاقتصادية على غرار كل ربوع المملكة وكل العواصم العالمية انتشاء بنصر حققه الأسود في نزال تاريخي انتزعوا خلاله بطاقة المرور لدور الربع بكل جدارة واستحقاق. هذا نهار كبير والفرحة من طنجة للقويرة والمغاربة كلهم فرحين والمغاربة وراء المنتخب. أنا جد فرحانة بهذا النجاح الحمد لله وجينا نحتفلوا في كازا. أنا فرحانة بزاف ومبروك علينا وديما مغرب. فرحانة بزاف الله الوطن الملك. فرحانة الحمد لله حيت داروا أداء زوين
تبارك الله، خصوصا حارس المرمى. احنا كنشكرهم بزاف اولا حيت فرحونا وخلانا نعيشوا هذه الفرحه اللي شحال هذه ما عاشها الشعب المغربي. كلشي كان رجال تبارك الله، كلهم رجال تبارك الله، تبارك الله عليكم ودخلتوا التاريخ. نتائج غير مسبوقة حققها المنتخب الوطني خلال مشاركته بهذه الكأس العالمية كأول بلد عربي يمر لدور الربع ويجتاز دور المجموعات بمجموع 70 نقاط، كما لم تدخل مرماه إلى حد الآن إلا إصابة واحدة ليكون بذلك أقوى دفاع. هي إنجازات تبين المكانة التي بات يحتلها المنتخب المغربي وسط أعتى المنتخبات العالمية المشاركة. تبغي نهني المنتخب الوطني وتبغي نهني اللعابة اللي داروا فوق الطاقة ديالهم، وأول إنجاز سنقول المغرب الأسود الأطلس، راكم فخر العرب وفخر إفريقيا، وهذا إنجاز راه ما داروا حتى واحد. والدراري اللي لعبوا اليوم تقاتلوا معنا، بغيت نقول لكم حنا شايفين فيكم وحنا وراكم غنسبورتوكم الماتش الجاي إن شاء الله ديال البوشور. وكنشكر الإخوان كامل اللعابة إن شاء الله، علاش ما نمشوش إن شاء الله للفينال، نمشوا للفينال علاش ما نمشوش، عندنا اللعابة تبارك الله على المستوى عالي وكنشكرهم بزاف بزاف، وديما مغرب إنزال كبير وحنا إن شاء الله غنمشيو، حنا ما بقيناش بغينا الدومي فينال، ناخذوا إن شاء الله لا كوب دي موند، حنا ناخذوا الكأس العالم إن شاء الله غناخذوا. هي فرحة ستستمر داخل بيوت كل المغاربة وداخل قلوبهم طيلة الأيام التي تفصلنا عن المباراة القادمة أمام البرتغال التي سيخوضها الأسود، وكلهم طموح لبلوغ الأدوار القادمة وشعارهم المستحيل ليس مغربيا. وعبر العالم كانت فرحة الجالية المغربية عارمة بتأهل المنتخب الوطني لدور ربع نهاية كأس العالم في قطر. نتابع هذه اللحظات التي لا تنسى في هذا الروبورتاج. Thank you.
حنا اليوم مدينه دوسلدورف الحي المغربي اي لاشت خاصه نحتفلوا وكنفرحوا باليوم الفوز التاريخي للمنتخب المغربي اللي اول مره كيوصل في التاريخ ربع النهائي. فرحنا بزاف وفرحوا معنا الاخوه الله كما كتشوفوا. اليوم واحد النهار كبير لكل مغاربه، تحيه لكم واحد تحيه كبيره للاسود الاطلس. شعور لا توصف، فرحة كثير. أنا فرحت كثير والله، شهد لأن الحمد لله المنتخب المغربي شرفنا وشرف الكرة الإفريقية وشرف وشرف العرب كان عامة. الحمد لله هادشي كنهديه الحمد لله الحمد لله.
والإنجاز الكروي الكبير لأسود الأطلس تفاعلت معه العديد من الشخصيات عبر العالم، كما سنتابع في هذه الورقة لمريم العفير ويوسف الشرقي. عشنا بالأمس حدثا كرويا بارزا، عناصر النخبة الوطنية كتبوا التاريخ بمداد من فخر. استماتتهم وقتاليتهم وروح الفريق أهلت أسودنا إلى ربع نهاية كأس العالم للمرة الأولى. وكان لذلك بالغ الأثر في نفوس أصدقاء المغرب. أولى الإشادات جاءت من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي غرد قائلا: إن المستحيل ليس مغربيا، المستحيل ليس عربيا، أسود ورجال المغرب بكم نفخر ونفاخر العالم. المغرب وبهذا الإنجاز وضع العرب ضمن الثمانية الكبار في المونديال واستحق التنويه. الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط هنأ المنتخب الوطني على انتصاره الثمين وصعوده المظفر إلى ربع نهاية كأس العالم قائلا: شرفتم الكرة العربية وننتظر منكم المزيد إن شاء الله. بدورها هنأت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا ببلوغ أسود الأطلس دور ربع النهائي، مشيدة بالروح العالية والأداء البطولي للمنتخب الوطني في جميع مبارياتهم بالبطولة. رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد من جهته هنأ في تغريدة على تويتر صاحب الجلالة الملك محمد السادس بهذا الفوز الكبير، مشيدا بالإنجاز التاريخي الذي حققه أسود الأطلس ببلوغهم ربع نهائي مونديال قطر 2022 على حساب منتخب إسبانيا، معتبرا ذلك فخرا لكل إفريقيا. والتهنئة جاءت أيضا من قلب البيت العربي للعبة، حيث كتب الاتحاد العربي لكرة القدم: مبروك منتخب المغرب الفوز المستحق على منتخب إسبانيا والتأهل إلى دور الربع. ومن إسرائيل، حيث تعيش جالية مغربية مهمة، أشاد مسؤولون في تصريحات مباشرة بإنجاز الأسود، وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس قائلا: مبروك لأصدقائنا المغاربة على فوزهم الكبير. أما وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريش فغرد قائلا: يا لها من متعة أن ترى النصر المثير لفريق مذهل يمثل دولة وشعبا مذهلين. والأجمل أنه للمرة الأولى سنرى منتخبا عربيا بربع نهائي كأس العالم. أعود مرة أخرى إلى ضيفي في بلاتو الأخبار السيد يونس اليحيوي، الإطار الوطني. إذن سي اليحيوي، المنتخب الوطني عبر إذن إلى ربع نهائي كأس العالم، ما هي توقعاتكم؟ يعني الخصم المقبل هو خصم البرتغال، ما هي توقعاتكم بخصوص يعني المباراة المقبلة بالنظر إلى يعني الإنجازات التي قدمها أسود الأطلس؟ وبالنظر الى في نهايه المقابله ديال اسبانيا، فشاهدنا ان كانت واحد ثلاث عناصر اللي كانت لعبات مصابه وتحاملات، اذا فهنا واحد العمل مضني غادي يقوم به الطاقم الطبي من اجل تجهيز هاد اللاعبين لهذه المقابله. شفنا غني مسايس خرج بواحد لي كرومب، وعندنا نايف اكريد اللي تصاب، وكذلك مزراوي. اذا ف المقابلة ديال البرتغال خصنا نكونوا على أتم استعداد بدنيا وتكتيكيا، وخصنا نكونوا حاضرين على جميع الأصعدة. فتظن بأن القراءة ديالي الخصم البرتغال من خلال مقابلة الأمس، فالبرتغال الشوط الأول لعبوا بدون نجم كريستيانو رونالدو، وظهروا واحد الخطورة، عندهم مهاجمين قويين،
وتنظن انه فاش لعبوا في الشوط الثاني كانوا اقل خطوره. اذا فخاص وليد الركراكي كما عودنا انه غادي يلعب بواحد التكتيك صارم كما عنده واحد البروجي دو جو واللعابه كلهم انخرطوا فيه باش تشوف ان جياش ولا بوفال تيديروا ادوار دفاعيه وهجوميه وتيكون عندنا واحد البلوك تري كومباكت وتنلعبوا على لي ترانزيسيون ديفونسيف اوفونسيف. فهذا هو المفتاح ديال الفوز ان شاء الله قدام البرتغال. سي الحياوي تمنينا الفوز وكان لنا ذلك، نتمنى لهم مرة أخرى يعني حظ موفق في مباراة البرتغال. شكرا لحضورك معنا السي الحياوي يونس الحياوي الإطار الوطني، شكرا لحضورك معنا ولكل هذه التوضيحات. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي أنه ابتداء من يوم غد الخميس ستشهد عدد من الأقاليم تساقطات مطرية ستبلغ بالصويرة وأسفي من 20 إلى 30 ملمتر وبيترودانت من 40 إلى 80 ملمتر، كما ستعرف كل من إنزغان أيت ملول الحوز تيزنيت شتوكا أيت باها أكادير الدوتنان وسيدي إفني تساقطات تقدر من 30 إلى 50 ملمتر. الطاقات المتجددة قطاع يعرف تطورات جدية ومتسارعة بين مشاريع لتوفير مصادر نظيفة للطاقة وكذا قوانين لحماية وتحفيز هذه المشاريع. هذه النقاط وغيرها موضوع ندوة دولية حول التسريع الطاقي العادل بشرق الأوسط وشمال إفريقيا عقدت صباح اليوم بالرباط. تفاصيلها في الروبورتاج التالي مع حسناء بن جابي وعدنان الهرس. الطاقات المتجددة في بلادنا جعلت من المغرب اسما رائدا في مجال مكافحة التغيرات المناخية، حيث أصبح الاعتماد على الطاقة يشكل ما يقارب خمسي الطاقة الكهربائية في البلاد. الانتقال الطاقي اللي الآن أصبح سريع ومتسارع، والمغرب في الحقيقة علاش هو مهم بالنسبة للعالم العربي وشمال إفريقيا والشرق الأوسط؟ لأن المغرب عنده تجارب قوية، وهذا مع هذه الأزمة الخانقة ديال العالمية ديال الطاقة المغرب خاد مبادرة قوية. للرفع من هذه التحديات أطلق المغرب برنامجا متكاملا واسع النطاق للإنتاج الكهربائي بالاعتماد على الطاقات المتجددة، كما تم إحداث معاهد للتكوين في مهن الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية لمواكبة هذا البرنامج. تطرق المواضيع وإشكاليات متعلقة بالانتقال الطاقي في الريجيون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا ككل. دونك طبعا نعرفوا اللي المغرب هو سباق في الانتقال الطاقي في أونيفو ريجيونال. يهدف المغرب للحصول على 52% من احتياجاته من الكهرباء عبر توظيف الطاقة النظيفة بحلول عام 2030. وتنضم إلينا اللحظة السيدة لوري هايتيان مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أهلا بك سيدتي. إذن اليوم أصبحت الطاقات المتجددة أهمية قصوى على شتى الأصعدة، كيف يمكنكم تحديد موقع إفريقيا وشرق الأوسط على خريطة التسريع الطاقي؟ طبعا أول شيء بدنا نهني الفريق الوطني المغربي بالانتصار في الفوتبول. ثانيا للرد على سؤالك، طبعا اليوم نحن نعرف أن الطاقات المتجددة أصبحت بحاجة للتسريع، والوكالة الدولية للطاقة مؤخرا البارحة أطلقت دراسة تقول أن هنالك تسريع وإسراع في الانتشار للطاقة المتجددة خصوصا بعد حرب روسيا وأوكرانيا. وشرق الأوسط وشمال إفريقيا هما في إذا بدك عندهم أفانتاج لأن يكون هناك تسريع، لأنه المنطقة فيها قابلية للتطوير الطاقات المتجددة وخصوصا الطاقات الشمسية، وهذا ما تعرفه المنطقة. وأيضا لأنه التغير المناخي هو أكثر ما يؤثر في المنطقة، منطقة شرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذا
هنالك حاجة للتسريع في الطاقات، وبالتالي هنالك الإمكانيات، هنالك الطاقة الطبيعية المتواجدة التي نستطيع أن نستعملها، وبحاجة اليوم للإرادة السياسية وللأموال والاستثمارات وجذب الاستثمارات لتكون المنطقة هي رائدة في الطاقات المتجددة. نعم، طبعا اليوم المغرب يعتبر من الدول الرائدة في هذا الصدد، كيف يمكن إسقاط التجربة المغربية على باقي بلدان القارة والبلدان العربية عامة، وما هي سبل التعاون في نظركم؟ طبعا كما قلت نحن ننظر إلى المغرب كمثل، وبالتالي هنالك دائما العودة إلى المغرب لنتعلم من المغرب وما فعلته المغرب وبالإشكاليات وطبعا كمان بالإنجازات ليتم التعامل مع المنطقة ومن خلال تشبيك مع المنطقة والحصول وللوصول إلى نتائج مرجوة. لا شك أنه نتعلم أن الإرادة السياسية هي الأساس، عندما تكون الإرادة السياسية على أعلى مستوى هي التي تسمح بالانتشار والتسريع من الطاقات المتجددة. القوانين هي كمان أساسية، ونحن ننظر إلى القوانين التي وضعتها المغرب لتتمكن من أن يكون هنالك تنافسية بالطاقات المتجددة، أن يكون هنالك الشفافية بالتعاطي بكل العقود، وهذا ما يطلبه المستثمر طبعا، وأيضا أن يكون هنالك لتأتي الأموال بحاجة أن يكون هنالك الاستقرار، وهذا ما نراه أيضا في المغرب، وبالتالي هذه العوامل هي ما نتعلمها من المغرب لنتمكن من التطبيق في المنطقة إن كان في أفريقيا أو حتى في منطقة شرق الأوسط، خصوصا في المناطق التي هي بحاجة لتطوير الطاقات المتجددة لتتمكن من الحصول على الكهرباء بطريقة أقل كلفة. نعم، السيدة لوري هايتيان مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شكرا لمساهمتك معنا ضمن هذه النشرة. وعلى مدى يومين تحتضن مراكش الندوة الدولية حول الآليات الوطنية لتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان. الندوة تعرف مشاركة دول من مختلف القارات بهدف تقاسم التجارب والخبرات. رضا عمو وحسناء بن جابي ومحمد أمين العموري. مراكش تحتضن فعاليات الندوة الدولية والتي تعد الأولى من نوعها حول موضوع الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان. تشرف عليها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبحضور وازن لممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان. أصبح الآن ملح موضوع حقوق الإنسان لإعادة بناء من جديد وفقا للتطورات التي عرفها المجتمع الدولي، وخاصة على مستوى الحقوق الفردية والحقوق الخاصة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية. والمغرب كان سبق دائما إلى خطوات في هذا المجال. تنظيم هذه الندوة الدولية حول آليات تنفيذ وإعداد التقارير الخاصة بحقوق الإنسان بالمغرب أمر في غاية الأهمية، سيمكننا من تقاسم أفضل الممارسات في هذا المجال. حقوق الإنسان ترتبط دائما بالتنمية المستدامة، لهذا كان بالنسبة لنا أمر مهم دعم تجارب المغرب مع باقي بلدان المنطقة. الندوة تأتي في سياق الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتعرف مشاركة خبراء ومهتمين بمجال حقوق الإنسان يمثلون 23 بلدا من مختلف القارات لتقاسم التجارب والممارسة الفضلى بهدف تعزيز سبل التعاون، وذلك عبر ورشات وعقد جلسات عمل. المغرب يلعب دور نشيط فعال، وفي ذلك وأكثر من ذلك نريد تدعيم هذه التجربة، لأن هذه الميكانيزمات لها دور أساسي في تحضير التقارير كما جاء في المداخلات، وكذلك في المتابعات وتطبيق التوصيات. والمغرب له تجربة يريد يعني أن يساهم بها في هذا المجال، وكذلك يغني تجربته بالتبادل مع كل الوفود الحاضرة هنا. المملكة المغربية الشقيقة
في دورها الريادي في شبه المنطقة وعلى المستوى الدولي. هذه الندوة مهمة لنا جميعا، جمعت بلدانا مختلفة لتقاسم الآراء والخبرات حول مجال حقوق الإنسان وللتعلم من بعضنا البعض. أظن أن اجتماعنا اليوم بالمغرب مهم جدا، ورؤية المغرب يحتضن هذا الحدث يدل على التقدم الذي أحرزه في هذا المجال. أعضاء الوفد المغربي المشارك في الورشات كما في النقاشات المجرات سيقدمون على مدى يومين خلاصات التجربة المغربية والعمل التنسيقي الوطني الذي يعكس الإرادة العليا للدولة في المجال، انطلاقا من التزامات المملكة المغربية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وللمزيد حول الموضوع ينضم إلينا مباشرة من مراكش السيد عبد الكريم بوجرادي، كاتب عام المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. مرحبا بك سيدي. في البداية، ما هي أهداف هذه الندوة الدولية؟ مرحبا سيدتي. بالنسبة لهذه الندوة الدولية حول الآليات الوطنية لتتبع وإعادة التقارير والتنفيذ، سطر لها شركاؤنا مع شركائنا جوج الأهداف أساسية. الهدف الأول هو تخاصم التجارب مع مختلف الدول، كيف إعداد التقارير، كيف تتبع التوصيات، كيف إعداد الحوار مع جمعيات المجتمع المدني بخصوص قضايا حقوق الإنسان. دونك هذا هو الهدف الأول من هذه الندوة الدولية. ولكن الهدف الثاني لهذه الندوة الدولية هو بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين هذه الآليات الدولية، وكذلك مد جسور تبادل الخبرات مع مجمل هذه الآليات الدولية. طيب سيد بوجرادي، ما هي القيمة المضافة لاحتضان بلادنا لهذه الندوة علما أنها هي الأولى من نوعها؟ طبعا كما ذكرت سيدتي، هذه الندوة هي الأولى من نوعها التي جمعت بلدانا من القارات الخمس، من أمريكا، من أوروبا، من إفريقيا، من عالمنا العربي، من آسيا، وهي تأتي بعد صدور تقريرين أساسيين. أولا تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في يونيو 2022، الذي هو تقرير بعد مجموعة المشاورات حول هذه الآليات، ثم هناك قرار لمجلس حقوق الإنسان ب 7 أكتوبر 2022 والذي يحث الدول على استمرار تبادل التجارب فيما بينها، وكذلك يحث على إنشاء شبكة للممارسين. إذن هذه الندوة هي قيمتها المضافة أنها تأتي كندوة لتفعيل توصيات مختلف هذه القرار ديال مجلس حقوق الإنسان، وكذلك إعداد السطور العريضة والتوجهات العريضة للاشتغال مستقبلا حول تعزيز التعاون والشراكة بين هذه الآليات. السيد عبد الكريم بوجرادي، كاتب عام المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، شكرا لك على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من مدينة مراكش. إلى أبو ظبي، حيث النسخة الأولى من معرض أبو ظبي الدولي للأغذية، حدث عالمي ينتظر أن يحج إليه أزيد من 17,000 مختص في مجال المنتوجات الغذائية، ويشارك فيه المغرب بجناح متنوع ومتميز تؤتثه منتوجات 36 تعاونية تكشف عن تنوع وجودة وثراء العرض المغربي. مراسلة عبد الحميد جبران وعبد الرحمن زيان. الأمن الغذائي هاجس وأولوية لكل بلدان العالم في سياق دولي متقلب، وهو ما يجعل من تطوير المنتجات الغذائية والطبيعية رهانا أساسيا، رهان يوليه معرض أبوظبي الدولي للأغذية أهمية بالغة بمشاركة مغربية وازنة. المعرض ديال أبوظبي الدولي باش نعرض المنتوجات المجالية ديال المغرب ونعرفوا بها، وان شاء الله نديروا شراكات ونبيعوا في الاسواق الدوليه. واحد المناسبه اللي فتحتها لنا وزاره الفلاحه ووكاله التنميه الفلاحيه، واحد الشيء كثير جينا باش نعطوا المنتوج اللي عندنا، التزخر به بلادنا المغرب، جينا نفاتحوا
على مجموعة من المستثمرين اللي متواجدين في هذا اللي هو معرض أبو ظبي الدولي اللي لاهين خلق واحد جسر تواصل. المشاركة ديالنا في هذا المعرض ديال أبو ظبي الأغذية هو واحد المشاركة اللي هي قيمة، والحمد لله الرواق المغربي هو واحد الرواق اللي هو متميز، وهذه المشاركة تتيح لنا بأننا نتعرف على منتوجات جداد ونسوق المنتوجات المغربية اللي الحمد لله المغرب تتوفر على واحد المنتوجات الطبيعية اللي بكثرة وذات جودة عالية. الرواق المغربي واحد من أكبر أروقة المعرض وأكثرها تنوعا، فضاء يجذب زوار المعرض من كل الجنسيات لاكتشاف غنى المنتوجات الطبيعية المغربية. نسعد حقيقة بزيارة الجناح المغربي في كل عام، ما شاء الله الجناح متميز ورائع جدا ومتنوع، وفيه الأشياء الجديدة وخاصة فيما يتعلق بالأمور الغذائية وما يتعلق بالأمور اللي حقيقة المحلية من إنتاج المغرب، هذا البلد العظيم المليء بخيراته المليء بالأشياء الزراعية الداخلية في المملكة المغربية. أولا نشكركم على الحضور والزيارة وعلى الإثراء هذا المعرض، طبعا نشكركم على المنتجات الكثيرة، والحمد لله لديكم أنواع كثيرة من التمور، منتجات زراعية، منتجات سمكية، ما إن شاء الله ما شاء الله في المغرب يعني المنتجات المغربية موجودة عندنا في كثير، يعني موجودة في الأسواق السعودية شايف، وما شاء الله إشي مرتب كثير، حتى الجناح المغربي إشي بشرف ممتاز ما شاء الله. إضافة إلى كونه فضاء للتعريف بالمنتوجات المغربية، المعرض أيضا فرصة لعقد شراكات وتوقيع اتفاقيات للتعاون والتسويق. كاين مشاركة ديال الجهات كلها ممثلة، يعني 12 جهة في المغرب. كاين كذلك يعني واحد مسألة مهمة، وهو أنه 60% ديال التعاونيات اللي حاضرين معنا في هاد الدورة هذه هي يعني كتشارك في معرض دولي لأول مرة، يعني كتخرج خارج أرض الوطن. كذلك كل التعاونيات اللي متواجدة معنا فهي تبعات برامج ديال التأهيل في كل يعني ما يهم الإنتاج والتسيير ديال التعاونيات، وكذلك فيما يهم التسويق. هذه المنتوجات الغذائية والطبيعية المغربية على تنوعها تجاوزت سمعتها حدود المملكة لتحظى بشهرة عالمية واسعة، وهو ما يمنح للمنتجين المغاربة فرصا واعدة للترويج والتسويق. عبد الحميد جبران وعبد الرحمن زيان للقناة الأولى من العاصمة الإماراتية أبو ظبي. إلى التذكير بالعناوين. بالأمس فوز تاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم على المنتخب الإسباني وتأهله لدور ربع نهائي كأس العالم بقطر 2022، فوز يتوج مسارا متفوقا لأسود الأطلس منذ انطلاق المونديال. جلالة الملك محمد السادس نصره الله هنأ أعضاء المنتخب الوطني على مسارهم وتأهلهم التاريخي، وأجرى حفظه الله اتصالا هاتفيا مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومدرب المنتخب الوطني، أعرب لهم فيه جلالته عن أحر التهاني للاعبين والطاقمين التقني والإداري. ندوة دولية حول التسريع الطاقي العادل بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعقد بالرباط، محاور متعددة تطرق إليها المشاركون صباح اليوم وتهم مصادر الطاقة النظيفة وقوانين حماية المشاريع الخاصة بالطاقة. مراكش تحتضن هي الأخرى الندوة الدولية حول الآليات الوطنية لتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان بمشاركة دول من مختلف القارات بهدف تقاسم التجارب والخبرات. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.